منطقة عمل كبيرة أصبحت مدينة مأرب، فحيث تكون الدولة يكون البناء. ساحات وطرقات مأرب تتجه لتكون جديدة بشكل كلي، بعيدة عن الوعورة التي تمنع أصحاب المركبات من التحرك بسهولة في شوارعها. بدأ العمل على رصف الطرقات وإنشاء مشاريع تستهدف البنية التحتية للمحافظة لغرض تطويرها وتحسين الخدمات فيها، خاصة بعد توافد الكثيرين إليها من مختلف مناطق الجمهورية باعتبارها المكان الأكثر أمناً في زمن الحرب. تتوسع المشاريع كل يوم في هذه المدينة، وتتجه السلطة المحلية لإنشاء استثمارات ومشاريع جديدة تفتح لهذه المحافظة الباب للدخول في عالم التطور والذي كان مغلقاً أمامها خلال العقود الماضية، أو حتى لتحسين الخدمات الأساسية فيها. قبل شهور قليلة ماضية كشف سلطان العرادة محافظ مأرب بأن هناك مشاريع استثمارية ضخمة يجري الإعداد لإنشائها في المحافظة، وهناك خطة لعمل مطار دولي يساعد في بناء المحافظة والربط بين المحافظة والعالم، ويشجع المستثمر كخطوة أولى إضافة إلى الجامعة والجانب التعليمي. الحرص على هذه المحافظة يأتي باعتبارها الممثل الأبرز لوجود الدولة المغيبة في محافظات أخرى.